السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي ومتابعي قناة حياة الكناري، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. فهذا الفيديو أصدقائي فهو تلبية لطلب بعض الأصدقاء من متابعي قناتنا، فأرادني أن أتكلم في الموضوع عن كيفية الإنتاج من طيور الكناري في الأقفاص الصغيرة مثل هذه الذي أمامكم في الفيديو، يعني الأقفاص التي تكون على هذا الشكل فيها معلفيتين أو ثلاثة معالف كحد أقصى. سوف نتعرف هل هذه الأقفاص جيدة للتزاوج والإنتاج من طيور الكناري، هل تعطي نتائج جيدة ومساحتها تكفي لمرور مرحلة التزاوج بأفضل الأحوال، أو يجب الاستغناء عنها والاستعانة بالأقفاص الكبيرة مثل هذه التي أمامكم في الفيديو. والأفضل من هذه الأشياء كلها هو سوف أريكم كيف تنجح في ذلك، سواء كانت لديك أقفاص صغيرة أو أقفاص كبيرة. فكلتا الحالتين سوف نتعرف على أشياء تجعل موسمك يكون ناجحا، سواء في هذه الأقفاص أو الأقفاص الأخرى التي رأيتموها أصدقائي قبل قليل. فمعظم المعلومات التي تدور حول الأقفاص المناسبة للتزاوج من طيور الكناري والمساحة التي يجب أن تكون في القفص ليكون التزاوج ناجحا، فهذا أصدقائي يختلف من مربي لآخر. فهناك بعض المربيين ينصحون متابعيهم بأقفاص كبيرة الحجم مثل ما تشاهدون في الفيديو، نظرا لبعض الإيجابيات التي تمتاز بها هذه الأقفاص الكبيرة. ومن إيجابيات هذه الأقفاص أصدقائي فهي تعطي مساحة الأكبر وتلقيح البيض يكون ناجحا، طبعا إذا كان الذكر جاهز والأنثى كذلك. والنقطة الثانية أصدقائي وهي عند بلوغ الفراخ، السن ما بين 18 يوم أو 30 يوم، فهنا الأنثى تبدأ في تجهيز عش الثاني وتكون قد وضعت البيضة بكامله. والفراخ في هذه المرحلة من العمر فغالبا ما تكسر البيض وتقوم بالوضع فضلاتها في العش إلى آخره. فالأقفاص الكبيرة تكون لدينا المساحة كلها ويمكن عزل الفراخ عن أبويها وتركيز هذا الحاجز، يعني الحاجز المرئي، يعني نضع الفراخ في هذه الجهة ونترك الأبوين في هذه الجهة، ومن هذا الفاصل فهم يقومون بإطعام فراخهم ولا خوف عليهم. وهذا طبعا عندما تكون الأنثى قد يعني لا زالت لم تكمل وضع البيض، أما إذا كانت الأنثى قد أكملت وضع البيض فنتركها تحضن في هذه الجهة في عشها طبعا، ونعزل الذكر مع الفراخ هنا يعني حتى مرحلة فطامهم، ونرجعه للأنثى ونترك الفراخ سواء حتى عزلهم لأقفاص كبيرة أو تركهم هنا طبعا إذا كانت يعني لدينا أقفاص قليلة. وهذه الأشياء أصدقائي من مميزات الأقفاص الكبيرة. وأنا طبعا يعني كما تشاهدون في الفيديو فأنا أستعين بهذا القفص، ولكن أخصص جهة لذكر وأنثى والجهة الثانية أخصصها لذكر وأنثى، يعني زوجين يعني أنتج بهما في هذا القفص ولا أجد معهما أي مشكل أصدقائي. فالمساحة في هذا القفص يعني تكون كافية لزوجين من ذكر وأنثى الكناري، والإنتاج الحمد لله لا أجد معهم أي مشكل. فكانت هذه من إيجابيات الأقفاص الكبيرة. أما بالنسبة للأقفاص الصغيرة أصدقائي فهي فقط تعطينا المساحة، كنا نربي في مكان صغير أو غرفة صغيرة فهي تعطينا مساحة يعني أكبر إذا أردنا طبعا وضع أزواج فيها، وحتى ثمنها يكون يعني أقل من هذه الأقفاص الكبيرة. فأنا حسب تجربتي في الموسم الماضي فكانت لدي أقفاص قليلة، فاستعنت بهذا القفص بالضبط، يعني وضعت فيه زوجين من أنثى الكناري، وعلى ما أظن وضعت فيه يعني ذكر ريد فاكسر مثل ما ترون الآن، يعني يكون حجمه كبير وأنثى كناري عادية. فلا أكذب عليكم أصدقائي، كان يعني الإنتاج جيد، البيض كان ملقح، لا أجد معهم أي مشكل، فقط يجب أن يكون الذكر يعرف كيفية تلقيح الأنثى، والأنثى كذلك يعني تكون تأخذ وضعية التلقيح جيدا. وبالنسبة للمجاتم فإذا كنت تربي في هذه الأقفاص، سواء هذه الأقفاص الصغيرة أو الأقفاص الكبيرة،
فلا تستعن أبدا بالمجاتيم التي تكون متمسكة من جهة واحدة، ومن الأفضل يعني استعمال هذه المجاتيم تكون من الجهة الملتصقة من الجهة الأمامية ومن الجهة الخلفية، وهذا عند وهذا لأن الأنثى عندما تريد أخذ وضعية التلقيح فالمجتمع يلعب دور أصدقائي، يعني لا يهتز أو تفعل الأنثى هذا ويذهب تلقيح الذكر يعني في الريش أو لا يتمركز في مخرج الأنثى. فكما ذكرت لكم أصدقائي فهذه الأقفاص الصغيرة فهي أيضا جيدة يعني في التزاوج وثمنها رخيص، وأنا بالنسبة لي أعطتني نتائج جيدة، وكذلك الأقفاص الكبيرة. فقد ركزت لكم على بعض الأشياء مثل المجاتم وأيضا العش الخارجي لكي تبقي المساحة الأكبر للذكر والأنثى لكي يلقحها يعني بشكل جيد وسليم. سوف أذكر لكم السلبيات، وهي طبعا ليست كثيرة جدا أصدقائي، فسلبيات هذا القفص وهو عندما تريد أنثى الكنار يعني وضع عش ثاني فهنا نجد المشكل معها. وبالنسبة لحل هذا المشكل فعندما تصل الفراخ سن ما بين 18 يوم حتى 20 يوم فنأخذ هذا العش ونضع لها عش جديد، ونأخذ فقط هذه يعني العش الداخلي التي يكون هنا والتي يكون فيه الفراخ ونضعه في تلك الجهة يعني في جانب القفص، ونترك الأبوين يطعمانهما في تلك المكان، والأنثى نتركها تجهز عشها يعني كما جهزته في المرة الأولى، يعني طريقة سهلة ولا نجد أي مشكل في هذه الأقفاص الصغيرة. وكما ذكرت لكم فحسب تجربتي فهي أيضا جيدة، فقط يجب أن تكون الطيور يعني جيدة لا من التلقيح الذكر أو من أخذ وضعية أنثى يعني أخذ وضعية التلقيح. فكانت هذه أصدقائي من مميزات فهذا الفيديو يعني طلبا لبعض لتلك الصديق والتي سوف أضع له سكرين شوت في الفيديو. وكل شيء يبقى من الله عز وجل، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فأنا أذكرها دائما، فإذا تيسر الأمر فمن عنده، وإذا تعسر فذلك يبقى تقريبا منا نحن أو ما كتب الله علينا. كانت أصدقائي هذه مميزات الأقفاص الكبيرة والأقفاص الصغيرة. أتمنى أن أكون قد أوصلت لكم يعني الفكرة واضحة، ومن لم يفهم شيء فيراسلني في مكان التعليقات فأنا سوف أجيبكم أصدقائي. شكرا لكم على حسن مشاهدتكم، وشكرا لكم على إعجابكم بالفيديو، وبالتوفيق لنا ولكم، وموسم موفق للجميع إن شاء الله أصدقائي.